السلام عليكم، عاملين ايه؟ معاكم احمد ايهاب من قناه حكايه مصر. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن فكره التحنيط عند المصر القديم، وهنقسم الحلقه لجزئين. الجزء الاولاني ليه ظهرت فكره التحنيط، والجزء الثاني ازاي كانت بتتم عمليه التحنيط. الجزء الاول ليه ظهرت فكره التحنيط. المصري القديم كان بيؤمن بالثواب والعقاب، ولانه كان في المعتقد بتاعه قايم على فكره البعث والخلود، فكان بيعتقد ان بعد الموت بيقف الميت قدام محكمه من 42 قاضي، وهم عدد قليل مصر الفرعونيه، وبيرقصهم المعبود اوزوريس وهو اله الموتى عند المصري القديم، وبيقوم الشخص بسرد الاعمال الطيبه والخيره اللي قام بيها في حياته، وبينفي كل الاعمال الشريره والسيئه اللي قام بيها. وهنا كان بيبقى فيه ميزان العداله زي ما موضح قدام حضراتكم في الصوره، وهو عباره عن ميزان بيتحط في كفه قلب الميت، والكفه الثانيه بيتحط رمز الاله ماعد، اله الحق والصدق عند قدماء المصريين، وده كان بيبقى بشكل ريشه. ولو القلب تعرض انه بقى تقيل قصاد الريشه، هنا الانسان ده كان بيعمل ذنوب كتيره وكان انسان عاصي، فبيروح عند حيوان العمعم واللي هو بيمثل العقاب او النار. ولو الريشه طلع وزنها اكتر من القلب ورجحت كفتها، يبقى الانسان ده كان خير وكان بيعمل اعمال خيره واعمال طيبه كتير، وهنا يبدا يروح لحقول الايارو اللي هي بتمثل الجنه. والمصري القديم كان بيعتقد ان في نوعين من الموت، النوع الاول اللي فيه بتفارق الروح الجسم، والنوع الثاني هو مرحلة تحلل جسم الإنسان. ومن هنا جت فكرة التحنيط، ومن هنا فكر المصري القديم إزاي يقدر يحمي الجسد من الفناء والتحلل عشان تقدر الروح ترجع له في العالم الآخر. ودلوقتي خلص الجزء الأولاني في الحلقة، وهيبتدي أهم جزء وهو إزاي كان بيتم التحنيط. طبعا الشائع في العالم إن التحنيط لسه سر من الأسرار، بس اللي أنا حابب أقوله لحضراتكم إن العلماء قدروا توصلوا بنسبة 70% لأسرار التحنيط. وعلشان عملية التحنيط تتم، كان لازم يقوم المصري القديم بخطوات معينة، وهي إن بعد ما بيموت الشخص بيتوجه أهل الشخص دوت لورشة التحنيط عشان يبتدوا يتفاوضوا مع الكاهن على عملية التحنيط، واللي كان منها أنواع لكبار القوم والأغنياء، وتحنيط للطبقة المتوسطة، وتحنيط للفقراء. وهيظهر الفرق ما بينهم في خطوات التحنيط نفسها وانا بشرحها لحضراتكم. التحنيط ببساطة هو عملية كيميائية معقدة بيتعمل فيها ازالة لكافة المياه والانسجة القابلة للتعفن اللي بتساعد على نمو البكتيريا والفطريات المسببة لتحلل جسم الانسان. وبتبتدي عملية التحنيط عن طريق غسل الجسم وتطهيره، وده عن طريق انه بيجيب جسم المتوفي وبيحطه على مائدة التحنيط، وبعد كده بيبتدي يخرج المخ من جسم الانسان، وده كان بيكون بطرق مختلفه. الطريقه كانت بتتم من خلال العظمه المصفاويه، وهنا كان بيستخدم اداه تشبه الصناره، والفتحه المصفاويه هي الفتحه الموجوده اعلى الانف، او الطريقه الثانيه عن طريق ان هو بيعمل فتحه في الخلف في العنق ويفتت المخ لاجزاء صغيره يقدر يخرجها من الفتحه دي، او الطريقه الثالثه انه يجيب مسمار كبير ويدقه في الجمجمه ويبدا من خلال الفتحه دي يعمل برضه تفتيت لانسجه المخ ويبدا يشيل المخ. وبيستخدم المية ونبيذ النخيل والمواد المطهرة لتطهير الجمجمة، وبعد التطهير بيحشي الجمجمة بما يعرف بالحشو المؤقت، وده حشو عبارة عن سرر صغيرة من الكتان يتحط فيها مشارة بالخشب، والسرر دي بتكون مغموسة في رتنج، والرتنج ده هو عبارة عن سائل طبيعي مستخرج من أشجار الصنوبر والعرع. وفي بعض الأحيان كان بيستبدل الحشو ده بدهن الحيوان المغلي والروتينج، وبرضه يحطهم في الجمجمة عن طريق فتحة الأنف. وبعد ما بيشيل المخ طبعا ما كانش بيترمي، لأن المصري القديم كان بيقدس كل حاجة في جسم الإنسان، ولقدسية المخ كان المصري القديم بيحطه في إناء بيدفن بالقرب من الجسم في المقبرة، وأحيانا كان بيسيبه مع بعض مخلفات عمليات التحنيط زي ما اتوجدت في مقبرة توت عنخ آمون. وفي بعض الحالات ما كانش بيشيل المخ، كان بيسيبه وبيحط على فتحتين الانف فلفل اسود زي مومياء رمسيس الثاني، وبعد كده كان بيستخدم الالات الحاده زي الخطاطيف والسكاكين وبعض الالات الحاده المختلفه، ويبدا يعمل شق كبير في الجنب الشمال للبطن يخرج منه كل اعضاء الجسم. وعشان برضو المصري القديم كان بيحتفظ بيها، كان بيحطها في الاواني الكانوبيه اللي هم ابناء حرس الاربعه حابي وايمستي وقبح سنوقف ودوا متقف، ومعروضين قدام حضراتكم في الصور. ونيجي لأهم خطوة في عملية التحنيط، وهو أساس عملية التحنيط، إنه يجيب الجسم
ويحطه جوه ملح النطرون، وملح النطرون ده عباره عن ملح قلوي قوي بيتكون من كربونات الصوديوم وبيكربونات الصوديوم، واللي كان المصري القديم بيجيبه من الانهار الجافه او من وادي النطرون، ويبدا يحط الجسم في الملح ده لمده من 30 ل 40 يوم، وبعد ما تخلص المده دي يبدا يشيل الجسم من ملح النطرون، وعشان يتغلب على الرائحه الكريهه يستخدم صمغ الاشجار وانواع من العطور والزيوت والبخور، وبعد كده يبتدي يستخدم السرر الكتانيه ويحشيها بنشاره الخشب ويغمسها في الراتنج تاني، يبدا يحط بعد كده جوه الجسم ملح النطرون، ويبدا يحط الحشوه النهائيه من السرر الكتانيه علشان يخلي الجسم محافظ على شكله الطبيعي، وبعد كده يبدا يلف الجسم بالكتان ويحطه في التوابيت المختلفه، واللي منها كان بياخد الشكل النهائي للتابوت والغطاء الاساسي شكل الجسم. وهنلاقي ان التحنيط بلغ اصغر عصوره في بدايات العصر المتاخر وتحديدا في الاسره ال21، وزي ما ذكرت في بدايه الحلقه حابب اقول لحضراتكم الفرق ما بين انواع التحنيط للثلاث طبقات. طبقه الاغنيه كان بيتم فيها كل خطوات التحنيط اللي ذكرناها، اما الطبقه المتوسطه فكان بيتم فيها التحنيط عن طريق الحقن للجسم بحقنة شرجية ما كانش بيشيل بعض الأعضاء من الجسم، أما التحنيط في حالة الفقرة فكان بيتم عن طريق دهن الجسم بس بالزيوت ولفه بالكتان. وفي أثناء عملية التحنيط ما كانت بتتم كان بيتم قراية النصوص الدينية، والكاهن اللي كان بيقوم بقراية النصوص دي هو الكاهن المسمى غريحة، والكاهن اللي كان بيقوم بعملية التحنيط وهو الكاهن الرئيسي كان اسمه أمير واد، وده كان لازم يبقى لابس القناع بتاع الإله أنوبيس إله التحنيط عند المصري القديم. وقبل ما اختم الحلقه حابب اسال حضراتكم سؤال، تفتكروا دي كلها اسرار التحنيط فعلا ولا لسه في حاجات ما اكتشفناهاش؟ ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب. دمتم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.